أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 18 من يونيو عام 1977، شارك صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للاتحاد في أبوظبي برئاسة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وحضر الاجتماع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والمغفور لهم بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والشيخ صقر بن محمد القاسمي والشيخ راشد بن أحمد المعلى، حيث اجتمع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات من أجل الإفراج عن ميزانية الدولة للعام 1977. وقد أقر المجلس رفع إجمالي الميزانية إلى 13 مليار درهم، وذلك لاستكمال مشروعات الأعوام السابقة بالإضافة إلى مشروعات جديدة. وصدق المجلس خلال الاجتماع على ميزانية جامعة الإمارات التي بلغت 64 مليون درهم، كما ناقش اقتراح الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه بأهمية تحديد نسبة 50% من الدخل العام لكل إمارة للمساهمة بتوفير الاعتمادات اللازمة لميزانية العام. وقد أعلنت الفجيرة والشارقة وعجمان التزامها بدفع 50%، وذلك لدفع عجلة التقدم والتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. صفحات من الماضي.